نقدر نجول نقدر نحط الشوك نعلي الورود نملأ لياليهم هنا نخلي الفرحة تسود مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود نقدر نجول رمضان 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 بالخير تعود. مشاهدين الكرام، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لقاء متجدد معاكم يجمعنا دائما عبر برنامج رمضان كذا خلال شهر رمضان الكريم. نتمنى بإذن الله نحن نكون وصلنا إلى منتصف شهر رمضان وإحنا قدرنا نستفيد من الجزء الأول منه أكبر كم ممكن من الاستفادة، ونحاول إن احنا نحرص بالأشياء اللي ما قدرناش نلحق عليها في الجزء الأول من شهر رمضان، نحاول قدر الإمكان نلحق عليها في الجزء الآخر من شهر رمضان. من حكمة الله سبحانه وتعالى في الكون إنه خلق كل الناس تكمل بعض، وزي ما خلق ناس أصحاب خير خلق أيضاً ناس محتاجة لهذا الخير، وزي ما خلق ناس ربنا ما أردش إنهم يرزقوا بالذرية الصالحة خلق أيضاً أيتام بحاجة إلى من يلتفت لهم بعين الرحمة. والسلوك اللي بنتكلم عليها اليوم هو عبارة عن جسر ممتد ما بينك وما بين الرسول صلى الله عليه وسلم إن شاء الله يوم القيامة. موضوعنا لهذا اليوم هو كفالة اليتيم. كثير من الناس عارفة هذا الشيء وعندها فكرة عن هذا المصطلح، وفي ناس بيتفرقوا بيشاهدونا في هذه الحلقة وبيكونوا أرديهم خلاص أساساً كافلين أيتام، لكن احنا نحب نوصل رسالة أوسع عشان نكون يوم القيامة مع الرسول صلى الله عليه وسلم كهاتين. خلونا نبدأ بمحور الحلقة الرئيسي في هذا اليوم وهو اليتيم. احنا كلنا عارفين من اليتيم، صح؟ طيب خلونا نزيد نوضح. اليتيم في الشرع الطفل اللي فقد والده وهو تحت سن البلوغ. شائع عندنا انه اي انسان تموت امه يتيم يتيمة، شرعا لا. اليتيم هو الشخص اللي يفقد والده. ليش؟ لأن الوالد يعتبر هو الكفيل في الحياة، هو السند في الحياة، هو ظهرك في الحياة. فالشرع حث على كفالة اليتيم، وهو اليتيم اللي فقد والده عشان هو بحاجة إلى شخص يحتويه، شخص يوري له الصح من الغلط ويرشده إلى الطريق السوي، خصوصاً ما دام هذا الطفل تحت سن البلوغ. من اللبس يحصل عند بعض الأشخاص ما بين كفالة اليتيم وما بين التبني. التبني في الشرع لا يجوز. يعني إيش التبني أصلاً؟ التبني يعني إنك تأخذ طفل من دار الأيتام أو تأخذ طفل يتيم من أي مكان مش معروف من أبوه أو أمه، وتأخذ هذا الطفل وترعاه وتسجله في البطاقة باسمك. هذا الشيء اتفقوا عليها العلماء ان هذا الشيء لا يجوز. لكن كفالة اليتيم انك تاخذ الشخص وتراعيه وتحسن اليه وتعامله معاملة طفل من اطفالك، او تعامله في منزلة واحد من اطفالك اذا كان ربي ما رزقكش بالذرية الصالحة، وترشده الى طريق الخير وتعلمه وتدرسه وتكبره ويبقى في مثابة واحد من ابنائك. طبعاً لو تكلمنا عن أهمية كفالة اليتيم في مجتمعنا كلنا بنكون عارفين أن المنزلة الأولى والشيء المهم والأكثر أهمية واللي الناس كلها تحرص عليه صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، وقال أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بهؤلاء الأصبعين. شوف إيش الفرق، حاجة بسيطة، كتفك على كتفه. يا سلام.
طب في ناس كافلين أيتام صح؟ لكن بالمقابل كيف تتعامل الناس مع منطق كفالة اليتيم؟ حلو إنك تكفل اليتيم، بس مش حلو إنك تروح تطرب بالموضوع. أنا فعلت لو، أنا تركت لو، أنا أجيب لو، أنا أسوي لو، واوا قرحت الأقرقو وراح أقرك، أخذته في الدنيا، خليت أقرك هو عبارة عن تباهي وتفاخر بينك وبين الناس إنه أنت تفعل لليتيم وأنت تترك له وأنت تصنع وأنت وأنت. لكن لما تكون تعامله بمثابة واحد من أولادك، أكيد ما بتقش تقول لابنك أنا أفعل لك وأنا أترك لك وأنا أصنع لك، لأنه هذا واجبك، هذا ابنك. مهم جدا عدم التفرقة في التعامل ما بين اليتيم وما بين أحد أبنائك. الشيء الثاني كمان إنه مجتمعاتنا تصبح متماسكة جدا، كم يا دور فيها أيتام محدش سائل عليهم، كم يا أيتام بوسط أهلهم وآبائهم متوفيين وهم برضه شاعرين إنهم أيتام. خلاص الحين تمام، أتواصل بعدين. يلا خير إن شاء الله، ما سامع. يا ولد يا ولد، اكتب اكتب الحجة، أنا خرجتك معي مشي علي علي. أي أخي أتعبني وأتعب حالي. ابنك ابنك ضروري تصبر عليه أخي، مشو بني ما مدي قال لك إنه بني. كيف مشو ابنك يا أخي؟ ما بالله هو تبنينا، قالت المرأة أنت بنا جاهل وتبنينا. لو هو ابنك لا أقول لك سهل صيح عليه، لكن يتيم وتصيح عليه أو نسيت إيش قال رسول الله؟ أنا وكافر يتيم في الجنة كهاتين، شي تضيع أجرك أو إيش؟ يا أخي والله إن قد تعبت. مثل ما قلت لك، الله الله بالولد، الله يعينك. يعيننا الله، ما أدري من هي. الله خاطرك، هيا يا ولد. كفالة الأيتام أيضا من السلوكيات اللي جدا تعتبر حميدة، يعني من أرقى يمكن السلوكيات اللي ممكن إن الإنسان يعملها في حياته. كفالة اليتيم كمان، البيت اللي يكون فيه يتيم دائما تحفه البركة، دائما يكون بيت خير، دائما يكون فيها الرزق متوفر، دائما أبواب الرزق تكون مفتوحة لهذا الشخص كافل اليتيم من حيث لا يعلم ولا يحتسب. أحيانا الله سبحانه وتعالى بيمنع عنك مصائب، بيبعد عنك مرض، بيمنع عنك كوارث لمجرد أن البيت اللي أنت فيه مكفول فيه يتيم. أما للأشخاص اللي تتساءل أنا كيف ممكن أكفل اليتيم، طرق كفالة اليتيم متعددة. أولاً، إذا في عندك جمعيات تكفل الأيتام، ممكن أنك تروح للجمعية هذه وتسأل إيش الطرق أو الوسائل اللي يعتمدوها لكفالة اليتيم. الشيء الثاني أنه ممكن تكون عن طريق أسرة متعففة، زوجها مات أو أبو الأولاد هؤلاء مات وبقت عليهم أمهم، وأنت تعطيهم شهرياً مبلغ من المال، سواء كان مبلغ لشخص واحد أو لشخصين أو لثلاثة اللي يقدرك عليه رب العالمين. الشيء الثالث واللي غالباً يميلوا له الأشخاص اللي هم ما عندهمش ذرية أو اللي الله سبحانه وتعالى ما رزقهمش بأولاد، إنهم يأخذوا هذا الطفل من الملجأ أو من أسرته، إذا كانت الأسرة عندها استطاعة أن هي تعطي ابنها الأسرة معينة تربيه وتنفق عليه وتنتبه لصحته وتكبره وتدرسه وتعلمه وإلى آخره وتعمل كل هذه الأشياء، ويكون واحد من العيلة أكله من أكلهم وشربه من شربهم ولبسه من لبسهم. مشاهدينا الكرام، كل حاجة بالسمع حلوة وكل حاجة بالإحساس جميلة، لكن الأجمل من هذا وذاك مبادرتك لعمل الشيء. كفالة اليتيم تعتبر كصدقة جارية، متى ما استمريت عليها فصدقتك الجارية جارية من اسمها. أنت توفيت لا قدر الله، حصل لك شيء، كنت كافل يتيم بالسر، كنت تساعد أسرة بدون ما حد يدري فيك، كنت تحاول أنك ترفع من مستواهم التعليمي أو ترفع من مستواهم الصحي أو تفعل أو أي شيء، حاول أنك يكون لك رفيق في حياتك، أخ، أخت، زوجة، أب، أم،
حاول ان السر هذا اللي انت تحاول قدر الامكان انه يكون على علاقة وثيقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، بس 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 بدون ما حد يدري، تخلي واحد بس يعرفه، عشان سبحان الله ما حدش عارف ايش المكتوب في حياته. انت اليوم على الحياة عايش، وربنا يعطي لنا طولة العمر والعافية في الصالحات ان شاء الله. استمريت بكفالة هؤلاء الأيتام واستفادوا منك وحسوا بنقلة نوعية في حياتهم، بكرة لا قدر الله توفيت، ضاعوا من بعدك، حسوا أن حياتهم صعبة نوعا ما، كانوا معتمدين عليك في كثير من الأشياء وما عرفوش أنه أنت مت وانقطعت أخبارك فجأة. عشان كذا حاول أنه يكون لك رفيق أو صديق تقله بهذه الأشياء، بحيث أنه لا قدر الله لو حصل أمر الله في يوم من الأيام، يكون هذا الصديق أو هذه الأم أو هذه الأخت عارفة بطريقهم وما تقطعش الخير اللي أنت بدأت فيه. مشاهدين الكرام، هذه آخر الكلمات اللي ممكن أن احنا نوجهها لكم. لنا لقاء آخر معاكم بكرة على نفس الموعد، ومع سلوكيات كثيرة ومتعددة ومختلفة إلى نهاية شهر رمضان المبارك. تابعونا بكرة على نفس الموعد، ورمضان بالخير يجمعنا. نقدر نجود، نقدر نحط الشوك نعلي الورود، نملأ لياليهم هنا نخلي الفرحة تسود، مدامنا نملك نفس وإحنا على قيد الوجود، نقدر نجود.